بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلابي الأعزاء، ندرس معا عن بعد درس ألا وهو علامات رفع المبتدأ والخبر. في البداية لابد أن نستذكر معلومات السابقة معا. لعبة من؟ أنا. هو كل ما دل على ذات أو معنى في نفسه أو حدث غير مرتبط بزمن، مثل إنسان، حيوان، نبات. يا ترى من هو؟ طبعا تعريف الاسم هو ما دل على حدث زائد زمن، حدث أو فعل زائد زمن. يا ترى من هو الفاعل؟ لا يفهم إلا مع غيره في جملة. طبعا الكل سابقا يعرف إنه هو الفعل الحرف. إذا نستنتج أقسام الكلام، تعريف كل من الاسم والفعل والحرف. نسترجع معلوماتنا أنواع الجمل. طبعا الكل سابقا يعرف الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. الجملة الاسمية التي تبدأ باسم، طبعا ركنا الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر دائما مرفوع، مثلا الشجرة مثمرة. الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثمرة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نسترجع أيضا علامات رفع المبتدأ والخبر. أخذنا سابقا العلامات الرفع عندما تسمعين الكلمة رفع، إذا ضمة أو الألف أو الواو. الضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. الألف إذا كان مثنى. نعرف تعريف المثنى، علامة رفع المثنى يرفع بالألف ينصب ويجر بالياء. الواو إذا كان جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. نأتي للأمثلة. الفلسطيني عائد إلى أرضه. صفحات التاريخ مليئة بمواقف البطولة. الشهداء أكرم منا جميعا. القريتان حزينتان. لما حل بأبنائهما. الفلسطينيون متعاونون في مواجهة الشدائد. نأتي للمثال الأول. الفلسطيني عائد. من تعرف الجملة الأولى؟ الفلسطيني. طبعا لابد في البداية نعرف ما لو الجملة. الجملة الاسمية أم جملة فعلية؟ الفلسطيني جملة اسمية. وطبعا استذكرنا المعلومات سابقا، المدام جملة اسمية إذا تعرف الفلسطيني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عائد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من تأتي لي بمثال جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ مثلا الصف واسع أو نظيف. من قال الصف مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره؟ واسع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نأتي للمثال الثاني. صفحات التاريخ مليئة بمواقف البطولة. الإعراب طبعا صفحات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والتاريخ مضاف إليه. مليئة اللي هي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الشهداء أكرم. إن جملة اسمية، جملة اسمية إذا مبتدأ وخبر. نأتي للمثال نفس إعراب الجمل السابقة. نأتي للمثال الرابع. القريتان حزينتان. القريتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف
لأنه مثنى. ألف لأنه مثنى. حزينة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب نأتي بمثال مشابه، نأتي بمثال مشابه. مثلا الطالبان نشيطان، الطالبان نعرف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نشيطان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نأتي للمثال الخامس، الفلسطينيون متعاونون. ما نوع الجملة؟ جملة اسمية. طهرة جملة اسمية، إذا مبتدأ وخبر. الفلسطينيون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وعرفنا أن الجمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء، إذا مبتدأ مرفوع. الفلسطينيون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، متعاون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. من تأتي لي بمثال مشابه؟ مثلا المعلمون نشيطون. نعرف المعلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نشيطون الخبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا علامات الرفع: الضمة، الألف، الواو. نستذكر معا للقاعدة، الضمة هي العلامة الأصلية، وأخذنا سابقا الفرق. هناك علامات فرعية وعلامات أصلية. العلامة الأصلية للضمة هي علامة أصلية، أما العلامات الفرعية هي الألف والواو. نسمع، هي العلامة الأصلية رفع المبتدأ والخبر، إذا كان كل منهما اسما مفردا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. جمع المؤنث السالم يرفع مستتر، نرفع بالضمة، ينصب ويجر بالكسرة. جمع التكسير إعراب عادي، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. الألف هي علامة فرعية لرفع المبتدأ إذا كان مثنى. إذا المثنى يرفع بالألف، ينصب ويجر بالياء. الواو فهي علامة فرعية لرفع المبتدأ والخبر إذا كان كل منهما جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، ينصب ويجر بالياء. وشكرا.